السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل المشتركين في القناة، وبرحب بالمشتركين الجداد، وأهلا وسهلا بالأمارات وأحلى بنات اللي أول مرة يشوفوا القناة وهيشتركوا فيها بإذن الله. قناة بكل سهولة وبساطة. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة العجة، العجة المصرية على أصولها، وبرضه زي ما اعتدنا إن احنا هنعمل وصفاتنا بكل سهولة وبساطة، ما فيهاش اي تعقيدات. وطبعا العجه المصريه دي بتبقى مكوناتها جوه البيت، ممكن نعملها في اي وقت، نفطر بيها، نتغدى بيها، نتعشى بيها. مكوناتها في كل بيت مصري. المكونات هي 7 بيضات، مج دقيق، بصلتين كبار مفرومين، طماطمتين، حبتين قطم مبشورين بالمبشره، وخضرة، أي نوع خضرة يمشي معانا، الكزبرة، الشبت، البقدونس، الخضرة اللي موجودة في البيت تشتغل. وطبعا البهارات المعتادة بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشطة، برضو البهارات اللي موجودة في بيتك مش حاجة معينة مخصوص. وأنا دلوقتي حاطة صينية على النار، حاطة صينية على النار وحاطة فيها زيت، وأحط عليها البصل عشان يدبل شوية، لازم البصل يدبل شوية. بسم الله، هي كمية بصلتين كبار، كمية كبيرة كده، هي هتدبل معانا. هي العجة المصرية بتتعمل كده، هفضل مولعة عليها النار كده وأقلب فيها لغاية البصلاية دي ما لونها يتشف كفاية، أو مش هحمرها، أنا عايزة بس عايزة لونها تدبل شوية كده يعني. دي البصلة وصلت اللون الشفاف اللي أنا عايزاه، هي كده دبت تمام أوي حلوة، ما استناش عليها أكتر من كده. أحط عليها الطماطم المبشورة، اقلب كويس، وشوية ملح كده عشان الطماطم تبدأ تثبت معاهم، اسيبهم يثبتوا مع بعض شوية، اوطي عليهم النار عشان يثبتوا كويس. هو كده كويس خلاص، انا قلبته اهو زي ما انتم شايفين، الطماطم مع البصل. انا دلوقتي هطفي عليها النار عشان عايزه البصل والطماطم دول يهدوا. اثناء ما هو البصل والطماطم بيهدوا من على النار، انا دلوقتي بخفق البيض مع التوابل، الخليط ده بقى خليط العجه، البيض مع التوابل والملح، بخفقهم كويس مع بعض، وانزل عليهم بالدقيق، وقبل ما يهدى الخليط خالص انا هحط طبعا عليه الخضره كلها كده عشان تاخد السخونيه، برضو انا عايزاها تاخد السخونيه دي، اقلبها مع بعض كويس اهي. طبعا انا عملت الخليط اهو، البيض مع البهارات مع الدقيق، قلبتهم كويس مع بعض، هنزل بيهم على البصل والقوطه بعد ما بردوا، الخضره بعد ما هديوا، هما ما بردوش هما هديوا طبعا، لان لو نزلت بالبيض وهي سخنه قوي فالبيض هيكلكع زي الاومليت كده، فانا عايزاها تهدى شويه. بسم الله، قلبهم مع بعض كويس، الخليط كله، يبقى البصل مع الطماطم مع الخضره اللي عملناهم على النار، وبعد كده عليهم البيض بالدقيق بالبهارات، واقلبهم مع بعض كويس. انا مش هسويهم في الصينيه دي، انا هصبهم في صينيه ثانيه مجهزاها دلوقتي. انا هصب على الصينيه دي فيها زيت، دهنها زيت، الزيت ده سخن، خلي بالكم انا مولعه اساسا نار البوتاجاز دلوقتي تحت الصينيه، فاقول بسم الله هنزل الخليط. صبيت الخليط كله على الصينية اللي فيها زيت ومسخناها، مشغلة النار عليها. انا مشغلة النار على الصينية عشان خاطر البيض لو نزل على الصينية والزيت بارد العجة هتلزق في الصينية، وانا مش عايزاها تلزق، انا عايزة اخرطها واقدمها بشكل جميل. زي ما انتم شايفين كده انا سويت العجة في الصينية، هسيبها على نار هادية لغاية ما تاخد لون من تحت. وعشان تستوي كمان من على البوتاجاز من فوق، نغطيها بغطا وتفضل النار هادية عليها، تستوي من تحت ومن فوق، بس من تحت هتاخد لون ومن فوق مش هتاخد لون. بس هنرجع مع بعض هنكمل هنعمل ايه.
العجة كده استوت تمام، وطفيت عليها النار، هي كده من الجناب احمرت اهي زي ما انتم شايفين، وعملت لها اختبار بالسكينة لقيتها استوت. بس طبعا الشكل مش لطيف قوي، هي لو اتحطت تحت الشواية بتبقى اجمل واجمل، فانا دلوقتي هشغل الشواية واحطها تحتين. ودي شكل العجة بعد ما طلعتها من الفرن لما حطيتها تحت الشواية، هو اللون ده كويس قوي كده، مش هحمرها اكتر من كده. دلوقتي هنقطعها مع بعض. بسم الله. اهي خرجت معايا بالشكل ده، اهي شكل المستوية جدا، ادي شكل العجة. وكل بكل سهولة وبساطة، بمكونات موجودة في كل بيت مصري، وتنفع للفطار وتنفع للغدا وتنفع للعشاء. الناس اللي بتحتار هنعمل اكل ايه كل يوم، اهي دي تعتبر وجبة برضو من الوجبات، من غير حيرة نقوم نعملها وقضت اليوم. هي غنية طبعا بالفيتامينات، طبعا بالبروتين الحيواني اللي هو البيض والخضروات والبصل، أكلة مفيدة بمعنى الكلمة وفي متناول إيدينا جوا بيتنا. بتمنى الفيديو ينول إعجابكم، وبرجاء الاشتراك في القناة، القناة بكل سهولة وبساطة، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان القناة تكبر بيكم، وتسيبوا كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.